بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط 05 01 7855 36. حياكم الله جميعا. في البداية بارك الله فيكم، نبدأ بما سأل عنه الأخ في طلبه تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يسأل بارك الله فيكم عن الضابط الشرعي في المجادلة في بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المجادلة فيها تفصيل، المجادلة بالباطل هذه مردودة، والله جل وعلا وصف بها الكفار، ومن ذلك هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. فهذا الجدال الكفار يجادلون لإدحاض الحق ونصرة الباطل، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذه طريقة الكفار. النوع الثاني من الجدال هو الجدال لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وهذا مأمور به شرعا. قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال لإحقاق الحق وإزهاق الباطل هذا أمر مطلوب ومشروع، إذ لو لم يجادل المبطلون وتدحض شبهاتهم لراج الباطل وكثر. ولكن الحمد لله، قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله جل وعلا أمر بمجادلة الكفار لرد شبهاتهم ودحض حججهم ونصرة الحق وبيان أدلته وقمع الباطل وبيان شبهاته وفضحها. هذا أمر، لكن لا يقوم بهذا إلا أهل العلم الذين عندهم علم يستطيعون به أن يجادلوا أهل الباطل ويردوا ويدحضوا شبهاتهم. أبو عبد الله من جدة يقول في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يسأل بارك الله فيكم، عندما قرن الله سبحانه وتعالى عبادته ببر الوالدين، ما السبب وما الحكمة في ذلك؟ نعم، وقضى ربك يعني حكم وشرع سبحانه وتعالى، حكم وشرع، أو قضاء شرعي وليس قضاء قدريا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فهو المعبود بحق، وما سواه فهو معبود بالباطل. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا أمر واضح وبين، واعتماده على الوحي المنزل
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجدال الذي شرعه الله، وهو لإظهار الحق وإبطال الباطل ورد شبهات المشبهين. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: ما هو خطر الربا، وخاصة الربا الذي في المعاملات المالية؟ الربا خطره عظيم، لأنه ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأن المتصدق يعطي وينفع الآخرين، وأما المرابي فإنه يأخذ ولا يعطي، ويستنزف ثروات الناس ولا يقدم لهم شيئا، بل إنه يختزن الربا ولا ينفق منه شيئا ولا ينفع أحدا. وأما المتصدق فإنه يبذل ويعطي وينفع الناس ويساعد المحتاجين، ففيه فرق بين المتصدق والمرابي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو هشام من الدمام يقول في قوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يسأل بارك الله فيكم: ما المقصود بذلك، وما هو تفريق الدين، وهل يجوز التحزب في الدين؟ قال الله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تختلفوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتحزب والانقسامات هذا أمر نهى الله جل وعلا عنه، وشرع لنا أن نكون جماعة واحدة على الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون جماعة واحدة في كل الأرض، وإن تباعدت بهم الأقطار فإنهم إخوة متحابون متناصرون على الحق وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهم إخوة في الدين، وإن تباعدت أقطارهم ونأت ديارهم، إخوة في الدين. والأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب، لأن الأخوة في الدين تبقى وتثمر، خلاف الأخوة في النسب فإنها قليلة الفائدة إذا خلت من الدين ومن التمسك بالكتاب والسنة. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: أنا أحد الشباب المغترين ببعض الأفكار المستوردة علينا، وذلك قبل سنوات. الآن ولله الحمد أصبحت أميز بين الغث والسمين. يسأل بارك الله فيكم: كيف نحمي الشباب من هذا الغزو الفكري؟ نحمي الشباب بإذن الله من الغزو الفكري بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتربيتهم على الدين وعلى الخلق وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالإسلام الذي ألف بين العرب والعجم، بين بلال وعمر بن الخطاب، بين صهيب وأبي بكر الصديق، هذا هو الإسلام الذي جمع الله به المسلمين. ولن يجتمع المسلمون إلا على الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ العصبيات والتحزبات والجماعات المتفرقة. المسلمون جماعة واحدة، وإن تناءت ديارهم فهم جماعة واحدة على الإسلام. وأما أهل النفاق وقال الله جل وعلا فيهم: تحسبهم جميعا
وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل آخر يقول: الهداية والضلال كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فما المقصود بقوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون؟ يقول: هل هذه مقدرة لي أنني أكون ضال أو أكون فاسق أو هداني الله سبحانه وتعالى؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي إذنه الشرعي وإذنه القدري. نعم. هناك إذن قدرية وهناك إذن شرعية، فالمسلمون يتعاونون ويتحدون بإذن الله الشرعي بعد إذنه القدري، وأما الكفار فإنهم يتناصرون على الباطل، والباطل يزول وتنقلب هذه الصداقة إلى عداوة، ويلعن بعضهم بعضا: إنما تدعون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا مآلهم أهل الكفر وأهل الردة وأهل الزيغ والضلال، هذا مآلهم في الآخرة. نعم. نعم، بارك الله فيكم. يقول: بارك الله فيكم السائل أبو متعب من جدة، يسأل ويقول عن الإيمان بالبعث وقول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. نعم، الإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، الذي فيه أهل الجنة يصيرون إلى الجنة وأهل النار يصيرون إلى النار، وأهل المعاصي والكبائر إما أن يعفو الله عنهم وإما أن يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة بعدما يطهرهم سبحانه وتعالى بالنار، يدخلون الجنة، مآلهم إلى الجنة. فالمسلم مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، وأما الكافر فمصيره النار دائما وأبدا والعياذ بالله إذا مات على الكفر والشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سعيد اليامي يقول: كيف يكون حسن الظن مع الله عز وجل؟ حسن الظن بالله عز وجل هو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ربك وخالقك ورازقك، وأنه هو الذي يهديك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فتحسن الظن بالله وتؤمل فيه الخير. والله جل وعلا يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله جل وعلا عاب على المشركين لما دخلوا النار، قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. المشركون والكفار والمنافقون أساءوا الظن بالله عز وجل فساءت عاقبتهم، وأما أهل الإيمان فحسن ظنهم بالله فحسنت عاقبتهم ومصيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عادل من الجوف يقول: من كان عنده شيء بسيط من الإلمام في الفقه أو في الحديث أو في شيء من الأمور الشرعية، هل له أن يفتي للآخرين؟ لا يفتي في دين الله إلا من عنده بصيرة وعلم، لأنه يوقع عن الله عز وجل، وإذا أفتى بغير علم فإنه قد قال على الله بغير علم، وهذا شر من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للمسلم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو هشام من جدة يقول: متى تسقط التكاليف الشرعية عن كبير السن؟ إذا لم يبقى عنده تفكير ولا عقل، إذا زال عقله بالكلية وخرف بلغ سن التخريف تسقط عنه التكاليف في هذه الحالة. نعم. يسأل بارك الله فيكم عن النفاق، وهل له أنواع؟ نعم، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان: نفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر والعياذ بالله، ونفاق عملي وهو الرياء والسمعة وحب المدح والثناء ونحو ذلك، وهذا أخف من النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي لا يجتمع مع الإيمان، أما النفاق العملي فقد يجتمع مع الإيمان. نعم. في قوله تعالى يقول: لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يقول: كيف نتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى ونخشع لهذه الآيات المباركة؟ نعم، نتأمل آيات الله ونطلب تفسيرها من الكتاب والسنة ومن تفسير السلف الصالح حتى نعرف معناها وحتى نعتقد ما دلت عليه، فلا بد من العلم بالكتاب والسنة، وهذا يحتاج إلى تعلم على أهل العلم وعلى أهل البصيرة، يحتاج إلى معرفة مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم حتى يكون الإنسان معهم على الحق ويسير على منهجهم. نعم. نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يسأل بارك الله فيكم خطر الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الغلو هو الزيادة عن القدر المشروع، فلا يجوز الغلو في الرسول ولا في غيره. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فهم غلوا في المسيح عليه السلام، قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، إنما عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ولا يرفع فوق منزلته التي هي الرسالة والعبودية لله عز وجل. قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل عن الاستغفار، ما هي الاستغفار في هذه الآية؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه نزلت في المنافقين، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم من باب الكبر والامتناع والعصيان، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه صفة المنافقين، النفاق الأكبر والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، إذا استغفر لأحد أو دعا لأحد فإن الله يستجيب دعوته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: لدينا معتقد في قريتنا أن الله له معه أحد، ولكن يقول في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل هذا نفي لوحدانية الله عز وجل؟ هذا إثبات لوحدانية الله عز وجل، أنه لا ولد له ولا شريك له ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. هذا نفي، ما هو بإثبات، إنما هو نفي. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. يسأل أبو طلال، يسأل عن الدعاء ويقول: ما حكم الاعتداء بالدعاء على من ظلمني؟ الدعاء على من ظلمك ليس فيه اعتداء، إنما هو قصاص، والأفضل ألا تدعو عليه، الأفضل لك أن لا تدعو عليه، وإن دعوت عليه بقدر مظلمتك فلا بأس بذلك. نعم. نعم. هذه إحدى الأخوات تقول: يا شيخ، تسأل عن، تقول: أن زوجي متخلي عن مسؤولية أبنائه ولا يجلس في البيت، وأكثر وقته مسافر ويمكث بعيدا عنهم، ومقصر في حقهم وحقي أنا، كيف نتصرف معه وكيف نعيده إلى الأسرة؟ أقيمي عليه دعوة عند القاضي، القاضي يستدعيه ويرى أو ينظر ما بينكم من الاختلاف فيصلح بينكم. نعم. نعم. هذا أحد الأخوة يقول: أنا طالب في الثانوية، لكن ما حكم من ينام عن صلاة الفجر بحجة أنه لا يوجد من يوقظه، مع العلم أنه في المرحلة الثانوية؟ المسلم يحافظ على الصلوات في مواقيتها ومع الجماعة، لأنها عمود الإسلام، ولا يتهاون بها أو ينام عنها ويتساهل بشأنها، لأنه إذا تساهل في الصلاة لم يبقى عنده دين، لأنها عمود الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا عليها ومع وجودها، فبدون صلاة لا يقوم الإسلام. كما أن البيت الذي هو بيت الشعر أو الخيمة لا تقوم إلا على عمود، بدون العمود لا تقوم، لا يقوم البيت المتنقل، وكذلك البيت المبني لا يقوم إلا على عمود وعلى أساس. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن من الزلفي تقول: بالنسبة لكفالة الأيتام، هل يجوز أن أكفل يتيم ولو سنة واحدة فقط؟ أي نعم، لك من الأجر بقدر ما كفلت وبذلت. إذا عرفت اليتيم، إذا عرفت اليتيم وأنفقت عليه، فلك أجر من كفالة اليتيم. نعم. أحسن الله إليكم. ثامر محمد يقول: ما هو واجبنا تجاه من توفي من والدي؟ ماذا أعمل لهم بوصية أو بوقف أو ما إلى ذلك؟ عليك بالدعاء لهم وإكثار من الدعاء والاستغفار لهم، عليك بالصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم، فهذه أعمال إذا تقبلها الله يصل إليهم ثوابها، فعليك وبرهما يستمر بعد موتهما، وذلك بإنفاذ وصاياهما وبقضاء الديون التي عليهما وبالصدقة عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ياسر يقول: بعض المجالس لا تخلو من النميمة والغيبة، فما هي الكفارة وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا الغيبة والنميمة. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعلى المسلم أن يترك الغيبة، وهي ذكر أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والتفريق بينهم والتحريش، هذه النميمة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
مناع للخير معتد أثيم، والنميمة خطرها عظيم. وفي الأثر أن النمام يفسد في الساعة أكثر مما يفسده الساحر في سنة. النمام خطره عظيم على المجتمع، فعلى المسلم أن يتجنب الغيبة والنميمة وأن يطهر لسانه منهما. نعم. أحسن الله إليكم. آدم محمد يقول: من جهل في أمور العبادة وخاصة في أمور الصلاة، هل يؤاخذ ويأثم وهل تبطل صلاته؟ نعم، يؤاخذ ولا قد لا تصح صلاته إذا كانت مبنية على جهل بأركانها وبشروطها وأركانها وواجباتها، فإنه لا يقيمها. الواجب أن يتعلم المسلم أمر دينه، هذا من العلم الضروري الذي لا يعذر به أحد، لا يعذر أحد بتركه. كل مسلم مطالب بهذا النوع، وهو ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه، هذا لا يعذر أحد بالجهل به، لا بد من تعلمه ولا بد من العمل به وأداء هذه الواجبات التي هي أركان الإسلام وفروضه، فلا يضيع الإنسان دينه. وهذا ميسور، والحمد لله، عليه يسأل أهل العلم وعليه أن يتعلم، والحمد لله المقررات الدراسية كلها مبنية على هذا، كلها مملوءة بهذا، مراحل الدراسة من البداية إلى النهاية، وهي تسير مع هذا ومع هذا الدين وأحكامه. فالحمد لله المسلمون تعليمهم يقوم على الكتاب والسنة وعلى النصيحة ونشر الخير بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم علي لها عندها سؤالان. السؤال الأول تقول: بارك الله فيكم، بلغت من العمر كثيرا فوق 30 ولم أتزوج حتى الآن، فما هي وصيتكم؟ وصيتنا أن تبادري بالزواج إذا تقدم لك كفء ترضين دينه وخلقه وأمانته، فعليك بالمبادرة بالزواج، ولا ينقضي عمرك بدون زوج. الزوج فيه مصالح، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالمرأة تحتاج إلى الزوج الصالح الكفؤ الذي يصونها ويحميها ويقوم عليها. نعم. أحسن الله. السؤال الآخر تقول: بارك الله فيكم، هل يجوز لي أن أطلب الدعاء من العمالة وأعطيهم بعض المال؟ أعطيهم بعض المال ولا تطلبي منهم الدعاء في مقابل هذا المال، لأن هذا قد يذهب بثواب الصدقة. أعطيهم وأحسني إليهم وهم سيدعون لك. نعم. أبو شداد بعث بهذا السؤال يقول: أنا سائق شاحنة طوال السنة وأنا مسافر، هل يجوز لي أن أقصر؟ نعم، إذا كان السفر يبلغ 80 كيلو فأكثر، فإنك تأخذ برخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان، وأنت أولى بالرخص مما لا يسافر إلا قليلا من السنة. والحمد لله تفطر وتقضي من أيام أخر. وأما الصلاة فلا تترك، الصلاة تصليها، تقصر الصلاة وتجمع بين الصلاتين إذا جد بك السير. الدين ولله الحمد يتمشى مع المسلم في حالاته، والله جل وعلا شرع للمسافر شريعة، وشرع للمريض شريعة، وشرع للصحيح المقيم شريعة، فهذا الدين يتمشى مع أحوال الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أبو الوليد يقول: حفظكم الله، ما حكم من ترك صلاة الفجر وذلك بسبب النوم أو عدم الإيقاظ؟ لا يفرط الإنسان ويقول: أنا ما قمت من النوم. يجعل أسباب توقظه، إما أن يجعل عنده ساعة
تدق عند دخول الوقت وتوقظه، وهي ميسرة ولله الحمد، وإما بأن يوصي من يوقظه من أهله وأقاربه وجيرانه فلا يفرط في صلاته ويقول أنا أنام. نعم نعم. ننتقل إلى سائل آخر. أبو الوليد من جازان يقول: عملت عملية جراحية في القلب تغيير صمام يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا، ولم أفيق من البنج إلا يوم الأربعاء في الليل، وكنت لا أستطيع الحركة من كثر الألم ومن كثر أيضا الأجهزة الموجودة في قسم العناية المركزة، واستطعت الحركة يوم الخميس الفجر وبدأت أصلي بالنظر فقط، ما الحكم فيما فاتني من صلوات؟ تقضيها، تقضي ما فاتك من صلوات، إذا استطعت ذلك تقضي ما فاتك من الصلوات والحمد لله. نعم. جميعا أو متفرقة؟ يبادر بها، يقضيها، يبادر بها في مجلسه، وإذا كانت كثيرة يصلي ما تيسر منها ثم يقتصر على ما حصل ثم يقضيها إذا تمكن، يقضي بقيتها إذا تمكن حتى ينقضي ما عليه من الصلوات، لا يتركها، يقضيها جميعا. نعم. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه أم محمد من الخرج حفظكم الله، تقول: بالنسبة للمرأة إذا خرجت للمسجد وهي في عذرها الشرعي وتريد فقط القراءة وذلك في الملحق الخارجي للمسجد، ما حكم ذلك؟ لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد إلا مارة لأخذ حاجة لا بأس، أما أنها تجلس في المسجد وهي حائض فهي لا تجلس، مثل الجنوب، الجنوب أيضا لا يجلس في المسجد، ولكن لا بأس أن يمر مع المسجد لأخذ حاجة لا بأس بذلك، فتجلس خارج المسجد ولا تجلس في المسجد ولا تقرأ القرآن وهي حائض، والجنوب لا يقرأ القرآن وهو جنوب حتى يتطهر. نعم. نعم. أم سالم من وادي الدواسر تقول: زوجي كثير الحلف بالطلاق، فما هي نصيحتكم له؟ وهذا سائر عند بعض أيضا الرجال. على الزوج أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق، لأن الطلاق لفظ خطير، قد يعيش الإنسان مع امرأة طلقت منه و انتهت زوجيته بها بسبب الطلاق، فعليه أن يحفظ لسانه عن التلفظ بالطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. أبو هشام من الأردن مقيم في المملكة يسأل ويقول: ما حكم من أجل زكاة ماله إلى سنة أخرى؟ لا يجوز تأخير الزكاة إلا لعذر، أما لأنه ما عنده شيء الوقت الحاضر وينتظر إلى أن يجد ما يخرجه عن زكاته، أو إنه ينتظر محتاجا أكثر حاجة فينتظر قدومه أو الذهاب إليه، أما تأخير الزكاة من غير عذر فلا يجوز، الواجب إخراجها على الفور عند وجوبها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا بد، كما يقيم الصلاة يجب عليه أن يؤتي الزكاة إذا تمكن من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. دفع الزكاة للأيتام هل هم من أهل الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فهم أحق بالزكاة، وأما إذا كان لهم مال ويكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة لهم بحجة أنهم أيتام، أيتام أغنياء لهم مال. نعم. هل يلزمني أن أتحسس من يحتاج للزكاة أم أدفعها لمن يطلبها؟ نعم، السائل له حق إذا طلب، وأنت تعرف لو أنت لا تعرف عنه شيئا فأعطه، السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أما إذا كنت تعرف أنه غير مستحق فلا تعطيه من الزكاة، إن أعطيته من عرض مالك
شيئا تطيب به نفسه فلا بأس. أما الزكاة ما تعطى إلا للأصناف الثمانية المذكورة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك صلاة بمسمى صلاة الشكر أو صلاة التسابيح أو غيرها؟ هناك سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سجود الشكر هذا مشروع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذا المشروع. نعم. أم عبد الله تقول: هل عقوق الوالدين يدخل النار؟ نعم، متوعد بدخول النار، فهو من الكبائر التي تعرض صاحبها لدخول النار. نعم. نعم، بارك الله فيكم. الحلف بغير الله عز وجل، كان يقول ورب الكعبة أو يقول علي يميني أو شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ ورب الكعبة هذا لا بأس به، لأن حلف بالله، الله هو رب الكعبة. نعم. لكن لو قال والكعبة أو بيت الله، هذا هو الذي لا يجوز، لأن هذا حلف بمخلوق، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. نعم، السؤال الأخير بارك الله فيكم في هذه الحلقة من بدر عمر من القريات، يسأل يقول: ما هو أخطر شيء يقدح في عقيدة المسلم؟ الشرك. أخطر شيء يقدح في عقيدة المسلم الشرك والكفر بالله عز وجل، فعلى المسلم أن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر، وأن يتجنب الكفر بالله عز وجل، ويحافظ على عقيدته وعلى دينه وعلى ما فرضه الله عليه، ويتجنب ما حرمه الله عليه. نعم، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، وقد أجاب عن الأسئلة معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغيث البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير. هذه تحية من الزملاء كافة، وكذلك من المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.